تزوجت فتاه صالحه من رجل بدا جيدا ولكن بعد مرور عام على هذا الزواج بدا الزوج في الابتعاد عن زوجته الا انها حاولت معالجه الامر بالتقرب من زوجها وعملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلت المراه خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنه من اي ابواب الجنه شئت ولكن الزوج اصر على بعده مما دفعها الى الكف عن محاوله التقرب اليه ومرت الايام الى ان وصل الى الزوجه رساله على هاتفها ان زوجها يكرهها ويحب امراه اخرى ومن الافضل لها لحفظ كرامتها ان تترك هذا المنزل وترحل استقرت على حذف الرساله والوصول الى الحقيقه قامت بالاتصال بزوجه احد اصدقاء زوجها وقد عرف عن هذا الصديق الخلق الكريم الى جانب ان هذه الزوجه صديقتها فطلبت منها ان تاتي اليها وبالفعل حضرت الصديقه استاذنت الصديقه لدخول الحمام ولكن عند دخولها الحمام تركت هاتفها على الطاوله وبعد ثوان رن هاتفها فكان الرقم الظاهر على الشاشه هو رقم زوج الزوجه المخدوعه فقامت دون تردد وردت على الهاتف فسمعت زوجها وهو ينادي تلك الصديقه بحبيبتي وهنا تاكدت الزوجه من خيانه زوجها لها ولصديقه وعرفت ان التي ارسلت لها الرساله هي صديقتها وبسرعه اغلقت الهاتف وحذفت المكالمه طلبت الطلاق فلم يتاخر الزوج بل طلقها مباشره وعادت الى بيت اهلها وهناك بحثت الى ان وصلت الى زوج صديقتها الخائنه واخبرته عن خيانه زوجته واستحلفته الا يسبب اي فضائح ففعل الرجل وطلق زوجته الخائنة في هدوء مرت الأيام بتلك الزوجة إلى أن انتهت عدتها فجاء زوج صديقتها وتقدم إليها وقد كان نعم الزوج ونعم العوض من الله وانتهى الأمر بالزوج والزوجة الخائنين بعدم الزواج فالخائن لا يأتمن أي أحد حتى ولو كان شريكه يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.